برنامج ستار أكاديمي يهتم بالمواهب الشابة، أما الكاميرا الخفية اهتماماتها أخرى. في توزر اهتمت بستار كبار. برنامج ستار كبار، ما تفكرناش واحنا صغار يتفكرونا واحنا كبار، هذا شعار البرنامج. معنا ضيف موالي، تفضل بحذايا ضيف موالي. السلام عليكم. السلام عليكم. الضيف الموالي نعم 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 عليك نسلم ونهدي سلامي للقائد المعلم عبد اللطيف القادري اليوم فيكم يكلم ونتوصل لك بالقران تعطفها عني وهذه بطاقه تعريف من يدك ليدك توصلني. محلاها تفضل. فجيتنا نافر الضجه فجيت نافر الضجة ولاني لواوي النلجأ عنم الغثيث الخلنجي ممشوط درجة بدرجة عميا كفني مساجي وعميا كفني مساجي ونحي في الموت نرجع نفهم ولا من يقول لي والله يضع عليه شوية سالس بارك الله فيك الله يخليك الله يخليك شكرا ربك شوية على السكة شوية ربك مسالش فجأتنا مبدئيا العقد نتاعه باش يكون فيه شهريا سوم متفقين عليه ونتبنوه هو بكله مش هو كشخص نتبنوه فنه نطوروه يتوزع خلي العالم عندي برشة انواع واشكال هاني جاي هاني جاي باش نرجعوه بالانواع والزيادات تفضل تعطيني العقد نتاعه مبروك مبروك تحيه لكم تحيه لكم الكل بارك الله فيك بارك الله فيك تفضل اجلس بحذايا تفضل ربي يطمقاك تفضل وربي يبارك فيكم الكل ولوج لي واعمل لي حل باش تصحح تفضل صح مبروك عليك تفضل صح ربي ينجيك لهنايا اللوط اللوط اي نعم صحح مبروك عليك ربي ينجيك اي نعم تصحح النسخه الثانيه ليك انت نسختين تفضل النسخه الثانيه تفضل واضح مبروك عليك ربي يفضلك هذه نسختك ربي يفضلكم الكل هذه نسخة اللجنة مبروك عليكم ربي يبارك فيكم مبروك عليكم مبروك عليك سي عبد القادر ربي يبارك فيكم الكل وربي يحفظكم الكل بارك الله فيك وربي العقد نتاع سي عبد القادر فيه شروط اي نعم الشروط انه احنا باش نلهو بيك اي مرحبا بيك وانا وانا نطوعكم هكاك انا نطوعكم وعلى ذمتكم من الليل مرحبا مرحبا انت محظوظ السيدة عصيمة. سونيا سونيا هذه متعاهدة مرحبا بك مرحبا عالمية عالمية سيدة سونيا راه متكلف عليا برشا أنا السيد هذاك ترهيت به أنا ترهيت بيك ولا ربي دون بقاك شكون لاهي بيك ربي يوفقكم أنا لاهي بيه فهمتني فرح بيا من العتبة ها نقول لك لا تفضل يقعد تفضل اللي عنده شهد كذاب اقعد تفضلي بنت السمح كلمة الحق قولها قلبك صافي كيف القمح يرحم والديك تمش معصم القمح لا باه انا لاهي بيه باش يكون في بالك ناريني فيه شكون يريني فيك هو سيد سيد الملاح انا ريني فيك وخلى لي عقلي يرتاح اكثرش منك قداش هي ليك سنين سنين ومرت زي الثواني سنين قلبي يطلع زي الثواني قلبي يطلع صرفت 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 قلبي يطلع مزير سلفت من البنوك ولا لا مسلي على النبي وكل بلاد فيها ولي عطيتك انبيالات ولا كل شيء موجود تفضل سي عبد القادر تفضل سي عبد القادر اجاني اجي سي عبد القادر
ما دام مش لعبه راه وراه وراه وشيل وسن... تفضل يا عبد القادر تفضل ها باش يسمعك مووي وانت انت حره تخيل النبي راكب الكدار ورد النبايا راعي الملجوم ترى عيد لي الاخبار جبتش خبر صحيح من فطوم تشكيك باللي صار وتحدثك بالواقع المفهوم انت حذاها جار ساس الحجر بيناتكم مهدوم وانا اسمي احمد عمار وحط الفراسة من قبل الصوب والسلام عليكم. سي مروان وصرحان 140 مليون دونهم ما نرضاش. اسمع 140 مليون ما تكلفني راني تعبت عليه كان الحقوق انت عند شكون عندنا ولا؟ اي نعم حقوقه عندنا عند شكون حقوقك؟ عند العرف. انا راني بايعه تحب تشري انا بايع 140 انا مبهورة فلتم فلتت الزمن. اي نعم ما شاء الله عليه عنده قافية وعنده تسلسل في الكلام ربي فضلك ما مريتوش قبل شريته شريته نعطيك شهادة تفهمنا عليه وهم يعطوني الفليسات لي انا وتتعامل معهم ايش نفهموا بقى ايش نفهموا بقى الصباح تلقى الفلوس نتاعك في الكونت نتاعك تفضل وانا سي عبد القادر غدوة كيجيب لنا معني نسخه من الباسبور ولا نحضروا له باسبورو شمشي معنا خاطر باش تتجول معنا وتعرف انت ما شاء الله نزلت معناها الله وحد عليك هو الجنوب اي موافق هذيك الفايدة هو كونه موافق ومقتنع حسب ما ريتو حسب ما ريتو معناها قال عارفي هو كل شيء وعارفي هو اللي يصرف عليا يا مدام سونيا انت تصبي لي الفلوس لي انا عندي شهريا نوي ختام انا عندي امور منظمه وتصرفي تو انا مثلا تو انا مثلا تو يقول القايل لا تو انا عندي مراه وعندي ذر وعندي بلاه سمح بالمنطق ايش تفهموا هنا علاش قاعدين هنا ايش نفهموا تفضل لا تو بالمنطق تفضلي مدام يجوا تفضل سي عبد القادر ايش تفهموا مش معقول وقد سي مروان قال لي ما ندورش باش يدور تو لا مش فكاكه مش دور لي تو انا يا راه عندي مثلا عندي اولاد وعندي عائله منطق ولا لا بنتي المنطق اللي يتقال في العقد اللي انت سمحت لي سي عبد القادر انا عندي اولادي وعندي اموري شكون صرف عليك ها شكون صرف عليك انت لا خلي من اللي صرف عليا شكون صرف عليك سعد القادر كلمة تبقى شكون صرف عليك؟ شكون صرف عليك؟ لا 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 تو مازال ما صرف علي حتى حد أوخ سي عبد القادر دورش وش ندور أنا؟ تو أنا جيت شربت كنطر في الماء كان هذاك صرفته عليا تو ندفع حق وش بالمنطق راهو معناها مش أنا صرفت عليك؟ أوخ مش تدور؟ تو قلت لي هو صرف حطيت إيدك على راسك يا ولدي فهمت ولا إحنا حديث فهمت ولا صرفنا طرف الماء هذاك شربت كان طرف الماء سي عبد القادر جبت ساك ولا؟ ها؟ جبت ساكك ولا؟ ساكي انت اي باش تمشي معاها سلمتك ليها الله يبارك والمرا اللي لها المرا نمشي نذبحها سي عبد القادر انت عملتها لي خفيه في الكاميرا الخفيه ولا؟ الله انت الكاميرا انت المسؤول عليها انت والعارف نتاعك عملتها لي خفيه في الكاميرا الخفيه ولا؟ ايش بيه يا اخي انا مستخسر فيك نزيرك 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 يبعد عليك البلاء اللي هابط من الارض من الحواذيه شو ديك شو القادر عملتها لي خفيه في كاميرا خفيه ولا يا لطيف عليك يا لطيف عليك شدك يا لطيف عليك شدك يا لطيف عليك 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 اسي عبد القادر وزرب حلفي عينيك يا لطيف عليك ربي يهديك مجيري مجيري عملتها لي خفيه في كاميرا خفيه ولا لا 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 عملت لي خفيف كاميرا خفيه ولا شنو يا حوت ربي يعفو بكوبي عملت لي خفيف كاميرا خفيه ولا لا 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 شفت هذا هلا قلت جبنا المعدات حطيناهم هنا اتفهمنا عليك باش نعملوا لك فخ ونحصلوك في كاميرا خفيه هاني حاصل انا حاصل انا حصلت عارف روحي حاصل من راسي رجلي ربي يعفو بيك وبي حاصل من راسي رجلي ربي يعفو بيك وبي راهي كاميرا خفيه سي عبد القادر هاني شوف فيها شاركت معانا يا سي عبد القادر كاميرا خفيه مش ليه مش ليه هاي مش ليه